Your Excellency عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية معالي السيد مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية معالي السيد نمادي سامبو نائب رئيس جمهورية نيجيريا معالي السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والشريك في تنظيم هذا الحدث معالي السادة الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والسادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية في أفريقيا السادة الزملاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وكذلك زملائي في البنك المركزي المصري والسيدة زوجتي العزيزة السيدات والسادة أرحب بكم اليوم في مصر الدولة المضيفة لبنك التصدير والاستيراد أفريكسيم بانك هذه الأرض التي يصنع فيها التاريخ الأرض التي تصنع التاريخ على مدار 7000 عام شكلت مصر تاريخ الإنسانية وكذلك اطلعت بالفنون والعلوم والهندسة والمعمار من الأهرامات وأبي الهول في الجيزة ومرورا بالمعابد والمقابر في الأقصر وقناة السويس والسد العالي في أسوان لم تفشل مصر قط في ترك آثار رائعة للتاريخ واليوم في هذه العاصمة الإدارية الجديدة تشهدون معنا صفحة جديدة من التاريخ ذات زخم كبير للإنسانية حيث نشهد في هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي ظهرت كمعجزة جديدة في هذه الصحراء التي استمرت لما يزيد على 7000 عام في أقل من 7 أعوام السيدات والسادة الحضور الكرام فكرة أن أفريقيا لن تنهض مجددا هي فكرة خاطئة والآن نحن نقف لنشهد هذا العمل الذي حدث في مصر لكي نقول من هذه المنصة أننا نستطيع إذا ما توفرت لنا الإرادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الكريمة أشكركم جزيلا على رعايتكم وعلى رفعكم للعلم المصري خفاقا في السماء ونهنئكم على النجاحات التي حققتموها في مصر وكذلك خلال فترة ولايتكم لرئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019 حيث أثبتتم لنا أنه من خلال العزم والتصميم والتركيز والوحدة نستطيع استغلال القدرات الهائلة الكامنة بوفرة في إفريقيا من أجل إحداث التغيير ونحن في أفريكسيم بانك نتشارك معكم التزامكم تجاه أفريقيا حيث نضع أفريقيا في الصدارة في كل ما نفعله وحينما حلت علينا جائحة فيروس كورونا في عام 2020 تركت أفريقيا تدافع عن نفسها ومواجهة لهذه التحديات أطلق أفريكسيم بانك مرفق التقليل من آثار جائحة كورونا وبحلول ديسمبر عام 2021 أطلق البنك ما يزيد على 7 مليارات دولار للبنوك المركزية
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود إطلاق اللقاحات والوصول إليها والكم الكبير من الأموال الذي وضع على المائدة. استجاب البنك تلبية لدعوة الاتحاد الإفريقي لتنفيذ وجمع مبلغ 2 مليار دولار أمريكي في صورة مرفق ضمانات والتزام تمكن إفريقيا من شراء 400 مليون جرعة لقاح. وفيما يتجاوز التمويل، فإن البنك عمل مع الاتحاد الأفريقي على إطلاق الصندوق الإفريقي لمخطط التعويضات كعناصر هيكلية لإجراء التحول في إنتاج اللقاحات. والآن تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الجهود لتوفير الأمن الصحي في إفريقيا. السادة الحضور الكرام، إن الأزمة الحالية طرحت تحديات جديدة أمام أفريقيا. الصعوبات في الوصول إلى الحبوب والمخصبات الزراعية والأغذية الأساسية ضربت الكثير من دولنا والتي تحاول التعافي من جائحة فيروس كورونا. ونحن واعيين أن المشكلات الأفريقية تحتاج إلى الأفارقة لكي يحلونها. وفي هذا الصدد البنك أطلق مرفق بمبلغ 4 مليارات دولار لمساعدة الدول للاستجابة إلى أزمة أوكرانيا. ومن الجلي أن البنك أصبح آلية فعالة في مكافحة ومنع الأزمات في إفريقيا، ولا يدعم المؤسسات فحسب، وإنما كذلك يمكنها من التحلي بقوة وفعالية أكبر. وكذلك أحدث البنك تأثيرا كبيرا في إفريقيا لاحتواء الجائحة، ويستمر في قيادة المؤسسات التمويلية في إفريقيا، وأصبحوا جميعا دعامة أساسية تعتمد عليها إفريقيا في التنمية. فخامة الرئيس، معالي الضيوف الكرام، نحن نتطلع مستقبلا ولا نقبل بعد 60 عاما من استقلالنا، لا نقبل أن تظل إفريقيا ضعيفة ومشرذمة اقتصاديا. علينا أن نحصد ثمار التكامل في قارتنا. إن الجهود التي نبذلها نحو التكامل الاقتصادي مشرذمة ومتقدمة. إن التكلفة لشراء القهوة الكينية على سبيل المثال عالية للغاية، وتشهد عمليات تستغرق وقت وكلفة كبيرة. وبالتالي إذا ما أردنا عمل عقد لمد طريق ما بين القاهرة وجنوب أفريقيا، فيجب توفير عملة صعبة. والتبعات هي أن التجارة تتحول، والمقاولون الأفارقة يجدون أنفسهم في موقف الضعف والمعاناة. وعلى صعيد آخر، لا تستطيع حمل البضائع والسلع من القاهرة إلى كيب تاون لأن هناك قيود كثيرة وتخوض وتمر بعدة مدن. وبالتالي المعايير الخاصة بالبضائع البسيطة المستخدمة في كينيا تختلف عن تلك الموجودة في السنغال. إذن المعايير ليست واحدة. وفي أفريكس بانك نحن نؤمن أنه للإجابة على كل هذه الأسئلة، فإننا نحتاج إلى سعي حثيث نحو دعم اتفاقية تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن قسم التجارة الأفريقية في الأعوام الخمسة الماضية أنفقنا ما يزيد على 20 مليار دولار
في دعم التجارة الأفريقية ونخطط لمضاعفة هذا الرقم في خلال الأعوام الخمسة المقبلة بفضل زيادة رأس المال التي هي بصدد الحدوث، وكذلك الشكر لحملة الأسهم المصريين على الدعم الذي أولونا إياه. إن المستقبل مشرق لا شك، ونحن ندعم المقاولون الأفارقة للقيام بمشروعات البنية الأساسية في إفريقيا. وخلال الأعوام القليلة الماضية، أربعة أعوام أو ما يقرب من ذلك، ما يزيد على 2 مليار دولار أنفقت لدعم مشروعات عدة. فخامة الرئيس، نحن فخورون بأن المقاولون المصريون يعدون شركاء أقوياء في هذا الصدد وفي تلك الجهود، ويعملون معنا في بناء مشروعات بنية أساسية محورية في عموم أفريقيا. فعلى سبيل المثال، نحن ندعم عقود مقاولات تبلغ حوالي 2.9 مليار دولار في أفريقيا لتطوير مشروعات في تنزانيا لتوليد الكهرباء تولد ما يزيد على 2 ميجاوات من الكهرباء. والمقاولون العرب من مصر هم المقاول الرئيسي في هذا المشروع، وكذلك ندعم المقاولين المصريين في إنشاء محطة طاقة في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، وكذلك محطة طاقة في أنغولا وفي زامبيا. وهناك الكثير من المشروعات من هذا القبيل تتلقى الدعم في إفريقيا. نشكر شركة حسن علام والسويدي وأوراسكوم ووادي دجلة والكثير من المقاولين المصريين الذين نعمل معهم في محاولة لتنفيذ مشروعات في عموم أفريقيا. كذلك هناك دعم أوليناه لمقاولين آخرين في أنغولا، وكذلك مقاولين في بوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات بنية تحتية أساسية في غرب أفريقيا، وفي محاولة لتوفير تحديثات بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي فوضنا فخامة الرئيس السيسي في عام 2019 بإطلاق منظومة التسوية والمدفوعات في عموم إفريقيا، وأطلقنا العمليات التجارية لتلك المنظومة. 8 مصارف مركزية أفريقية، 8 مصارف مركزية أفريقية و45 مصرفا تجاريا انضمت إلى هذه المنظومة، وهذا رقم لا يستهان به. نستطيع الآن التداول على العملات الأفريقية ما بيننا، وكذلك التحول الوطني أو التوطين لمدفوعات التجارة بين إفريقيا. وفرت مبالغ كبيرة تزيد على 5 مليارات دولارات، ومن خلال تلك المنظومة تمكننا من إجراء خفضات كبيرة مكنتنا من الاستثمار في البنية التحتية. ومن خلال هذه المنظومة تمكنت أوغندا كما ذكرت من الاستعانة بمقاول مصري في أوغندا، وتلقى المقاولة المصرية أجره بالجنيه المصري، وتم اختتام التعامل بسلاسة بقيمة 500 مليون دولار، وهناك مخطط لزيادتها إلى 3 مليارات دولارات كحجم تعامل بالعملات المحلية. وكذلك أحرزنا تقدما متعلقا مخطط الضمانات النقل البرية الإقليمية والتعاون في هذا الصدد، ونريد مادة تلك التغطية لتشمل القارة بأكملها. ونحن على يقين من أنه حينما يكتمل الطريق بين كيب تاون والقاهرة برعايتكم فخامة الرئيس
وحينما يعمل هذا الطريق فسيتمكن من حمل البضائع من كيب تاون إلى القاهرة من خلال طريق واحد، ولن يكون هناك حاجة للتوقف عند كل نقطة على الطريق. وكذلك قمنا بإجازة حد 1 مليار دولار للتأكد من أن هذا المرفق سيكون فعالا وسيؤدي إلى سلاسة العمل والانتقال. كذلك الوصول إلى المعلومات مهم للغاية. هذه القارة التي تتسم بالتفتت نحو هذا الصدد أحرزنا تقدما تجاه تطبيق مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الرقمية ويسمى بوابة التجارة الإفريقية، وأطلق هذا من خلال المعرض التجاري الذي أجري في مصر عام 2018 من خلال أفريكسيم بانك وشركائه. We are providing trade confirmation lines and correspondent banking services to African banks مع البنوك الأفريقية لدعم التجارة في أفريقيا وخارجها. وحتى الآن أشرك البنك ما يزيد على 500 بنك أفريقي، وكذلك افتتح خطوط ائتمان ل 170 بنك في 38 دولة، وحجم التعامل الإجمالي الحدود الائتمانية 3.9 مليار دولار. كل هذا بهدف التأكد من أنه ما من دولة تكون محرومة من الخدمات التجارية. وحيث تستمر البنوك الدولية من الانسحاب من أفريقيا، فإن أفريكسيم بانك طور استراتيجية لدعم البنوك الإفريقية القوية لسد تلك الفجوة نتيجة الانسحاب، وهذا سيؤدي إلى تعزيز حياة الأفارقة. ونستعين بأنظمة صينية وأنظمة أوروبية، والنظام الإفريقي يتم تطويره لمصلحة الأفارقة. To be working with Bank Mis, ويسعدنا العمل مع بنك مصر of Egypt, والبنك الأهلي المصري Vista وبنك القاهرة وبنك فيستا وبنك كوريس وأنكو جرين وبنوك أخرى في القارة في مسعانا نحو تلك الاستراتيجية القارية. كذلك يسعدنا أن أبلغكم بأن أداءنا المالي يظل قويا، العائدات ما يزيد على 1 مليار دولار في عام 2019 وازداد برغم التحديات، والدخل الصافي ازداد بنسبة 25% ما بين 2020 و2021 حيث بلغ 381 مليون، وإجمالي الأصول في متضمنة للضمانات تبلغ 25 مليار دولار بنهاية 2021. رأس المال كذلك قوي للغاية، حملت الأسهم ارتفعت من 3.4 مليار دولار في ديسمبر 2020 إلى 4 مليار دولار بحلول ديسمبر 2021، وبسبب الزيادة غير المباشرة في رأس المال وإطلاق آلية الاتحاد الأفريقي لأن زيادة الأوراق المالية الجديدة ازدادت بنسبة 1 مليار دولار. $1.25 billion. We are targeting to raise additional $2.6 billion. Just a few months after launching the capital increase. I would like to thank the shareholders, African Union member states, for being very very. We invite those who are yet to contribute ونحن ندعو because as we know, كل من يريدون المشاركة للانضمام والمؤسسات المالية القوية في أفريقيا التي تستطيع إحداث الفارق. السيدات والسادة، فخامة الرئيس، ختاما لكلامي أعبر عن تقديري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعقد تلك الاجتماعات تحت رعايته. I would also like to express our appreciation وكذلك أود أن أعبر عن تقديرنا
لحملة الأسهم ومجلس الإدارة ومعالي السيد مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية والسيد سامبوف نائب رئيس النيجيري ومحافظي البنوك المركزية والسادة الوزراء الحاضرون معنا وأعضاء الإعلام والصحافة وكل من عمل بجد لإنجاح ذلك الاجتماع وبخاصة زملائنا في البنك المركزي المصري. كذلك أود أن أشكر حملة الأسهم ومعالي الوزير محمد معيط وكذلك شركائنا من مجال الأعمال والتنمية. وأخيرا لزوجتي الحبيبة أشكرك على تواجدك معنا وتخصيصك الوقت لينضمم إلينا.